الحاج عبد الحفيظ مسعود الأنصاري الذي يتحدث لنا عن رمضان إزمان. لنتابع. سمو بتمرات وحسين والشيش كان هناك ما هو قالوا بش يصيبوا وبش يصيبوا يصيبوا نفطر بتمرات من السحارة بتمرات تو كان عندنا تو كيف تو عندنا هذا نقول زينب تو السحارة تو هذه الأطفال هذه ما وقت السحارة كمل ما لقى بش يعطونا لقمة هد ارقد وين ماشي نعطوك لقمة بش اللي يزيد اللي يزيد ياكلوه الأطفال الصباح. ورمضان باش نصيموه نصيموه بالغمض لما هناك كان هناك تمر السحارة بالتمر وناكله حسي وكان ما هناك وجانا وقت تعرف التبروري نسمع به تبروري نسمع به ثلاث أيام قاعد التلج مستر أجبال وما هناك شيء نحط اللقط الغمق وندفنه في الترع باش نفطر به المغرب واللي عند النخل ما خليك توصل نخلته الغمق به الروح باش يلقطع يفطر به وانت كان خلف دخن به يجي لنا الوقت الغمق الخرطو خرط ونحمسوه وناكلوه ونصيموا وعد ولين نفطروا بصاعين تمر نصيب التمر الزين الغليظ الباعي لا دقة شوك ولا مغنوجة ولا شيء كله من اللي نفطروا به الصبح فترة وفترة ما الناس الكل وحدين مخصصين فطروا بها ساعين تمر هو شباب الجامعة تلقاه مجان ما شاء الله المصلى تلقاها مليانة ما شاء الله واللبس تلقى الناس كلها لابسة كلها بيضة ما تروح وما زال وين تلقاه دريبيلة سك على الدور والقايلة والمصلى في القايلة قايلة الساعة 12 دول نشغل دير المصلى تو المصلى زروق الشمس نزور بعضنا ويزور بعضنا وما هناك عيد اللي ما نعيده مع بعضنا نعم وصاحبك تعديله وتهدرز عليه وتهدر عليه ويهدرز عليه وتو لا نعرفك لا تعرفني زين تعرفنا لا نعرفك ونجي نهدرز انا وياك وكانوا شو ناكلك انا وياك. نعم كان يسكت انت تبتر وين خلاص وروح.